طيب، يعطيكم العافية يا شباب. احنا بدأنا المحاضرة الماضية في التعامل مع الملفات. خلينا نعمل فايل على الكمبيوتر، هذا احسن وخلاص. تمام. وشفنا انه فعليا انه احنا تعاملنا مع كل الوحدات المختلفة من مكونات الحاسوب، وحدة المعالجة المركزية اللي هي العمليات الحسابية والمنطقية، تمام، وحدات الإدخال والإخراج اللي هي الكيبورد والشاشة، انت اخذت انبوت من الكيبورد وطبعت النتيجة على الشاشة، والمين ميموري انت لما كنت تحجز متغيرات كان يخزن لك اياها في الذاكرة، الباقي انه احنا نتعامل مع سكندري ميموري اللي هي انه البيانات بتكون مخزنة على شكل ملفات، تمام، بدنا نشوف كيف بدنا نقرا الملفات هاي. تمام، حكينا انه الملف هو عباره عن سلسله من الاسطر، وشفنا انه داله الاوبن هي داله بلت ان في البايثون بتفتح لك ملف، وحكينا انه في فرق بين عمليه الفتح وبين عمليه القراءه. الفتح شو بترجع لك؟ بترجع لي حاجه اسمها فايل هاندل اللي هو عباره عن متغير بقدر من خلاله اسوي العمليات المتعلقه بالملف. ايش هي العمليات؟ هاي read write close بالاضافه للاوبن، هذه هي الفايل هاندل. وحكينا انه انا بعد ما اعمل اوبن لو انت طبعت الفايل هاندل بيطبع لكش محتويات الملف، ايش بيطبع لك؟ يعني عنه بيطبع لك معلومات عن الملف اللي هو عباره عن تكست اي او رابر، هو عباره عن بايثون اوبجكت. ايش المعلومات اللي بيحتويها؟ اسم الملف والمود والانكودينج. وشفنا كيف لما ما يكونش انه انا افتح ملف والملف هذا مش موجود ايش نوع الايرور؟ اسمه فايل نوت فاوند ايرور، فايل نوت فاوند ايرور. وشفنا الكنترول كاركترز وايش التاثير تبعها، انه هي تعد ككاركتر، تمام، وانه التاثير تبعها بيصير عند الطباعه، انه سلاش ان بتنزل لك سطر والتاب بتعمل لك اربع مسافات. طيب الآن عملية القراءة تبعت الملف زي ما شفنا إنه فعلياً في عندي طريقتين. الطريقة الأولى إنه أنا ألف على الملف باستخدام الفور، إنه أنا أقرأ الملف أفتح الملف باستخدام الفايل هاندل، تمام، وألف عليه باستخدام فور لوب سطر سطر، بقرأ سطر اطبع لي إياه، اقرأ سطر اطبع لي إياه، وهكذا، تمام. وشفنا انه هنا فعليا زي ما انت شايف انه انا في عندي اسطر او سطر فاضي، وانه ايش السبب في ذلك؟ انه السطر اصلا فيه سلاش ان، والبرنت اصلا بتطبع في سطر لوحدها، وقررت لك اياها انه زي ما انت بتعمل برنت هلو وبرنت هلو سلاش ان، شايف هنا طبع لك اياها في سطر لحاله، هنا طبع لك الان وفي عندك اشي فاضي هنا. فبالتالي عشان انت تتخلص من هاي الاسطر الفاضيه ايش ممكن تسوي هنا؟ ممكن تستخدم داله الستريب، تمام. فلو كتبنا مثلا مساله طلبنا منه انه اكتب برنامج، نعم، لطباعة أو لعد عدد الأسطر في ملف معين، زي ما تعودنا ممكن أنا أسوي إنه F handle بتساوي open ايش الملف اللي حكينا نتعامل معاه؟ احمد فايل دوت تكست. وهنا بدي اضيف لك شغله اضافيه، احنا تعودنا دائما انه انت بدك تدي له النيم والمود. لو ما اديتيش المود هل في يعني بصير معك مشكله ولا لا؟ بصيرش معك مشكله، ليش؟ لانه ديفولت مود از ريد،
معنى ذلك انه انت هذا الكلام هو نفسه مكافئ لهذا الكلام. تمام؟ بالضبط. يبقى الوضع الافتراضي انت عندك لو ما زودتش المود انه هو بعتبره قراءة. بالضبط. فبالتالي هاي الفايل هاندل اوبن، وبعديها كيف ممكن اعد اسطر ملف؟ اعد اسطر ملف count بتساوي زيرو، وبعديها بدي الف عليه سطر سطر for line nf handle بتساوي بعديها count plus equal واحد، بعديها print للcount. كيف؟ ايش الكاونت تحت الفور؟ كل لفة بتصفر الكاونت ساعتها بعدش. فهذا فيه ثلاث أسطر. تمام؟ خلينا نشوف مثال تاني انه انا او يعني حالة تانية انه انا بدي افتح open file in different path. يعني احمد فايل دوت تكست موجود عندنا على الكمبيوتر ولا؟ نعم. يعني انا مثلا عامله حط على سطح المكتب. لا مش على سطح المكتب، على نفس المسار تبع الكود. هيو هنا انت ممكن تستعرض الملفات. هيو هي انت عندك ملف شابتر 7 فايلز 2 نوت بوك. هيو في نفس المستوى في عندك احمد فايل، وهي ورجي لك اياه هنا. هي انت عندك ملف النوت بوك وهي عندك احمد فايل في نفس المستوى. تمام؟ مش في سطح المكتب. في سطح المكتب بدك تضطر انه انت تحط مساره بالكامل. طيب بدنا نفتح ملف في مسار مختلف. احنا اتفقنا انه بحط اسم الملف بس اذا في نفس المسار. طب في مسار مختلف بدي اعطي له المسار كامل او المسار النسبي. كيف يعني؟ خلينا نفتح ملف اف هاندل بتساوي اوبن. هنا بدي اعطي له اسم الملف. اسم الملف من وين بدي اجيبه؟ بدي اجيبه من مجلد فرعي اسمه فايلز، والمجلد هذا اسمه او الملف هذا اسمه فايل 101 دوت تكست. شوف كيف هنا في الجوبيتر بتعامل معاه. بعمل رايت كليك وبختار هنا كوبي باث. هاي محتوياته. دبل كليك ملف بالعربي وبالانجليزي. فبروح هنا بعمل كنترول في. بعد ما هنا عملت كوبي باث بالضبط. او بغض النظر انا باجي بقول لك انه بدي اياك تعمل برنامج انه يقرا بيانات من ملف قص اسم الملف. لا مش اسم، مش بسيبه فاضي. اسم الملف مش قصه. زي قصه انه انا بدي اياك تكتب برنامج يجيب لي متوسط لسته من الارقام. هتيجي تقول لي ما انت ما ادتنيش اللسته في الامتحان. الكود اللي انت حتكتبه يفترض يجيب المتوسط لاي لسته. وهنا نفس الفكره انه انا بدي اياك تقرا ملف او تعد اسطر ملف. اسم الملف مش مهم. تمام؟ او ممكن ادي لك اياه عشان انه انا يعني اطلع حالي من قصه انه ما انت ما اديتناش اسم الملف. تمام؟ طيب وبعدين هذا لما يكون مش موجود في نفس الملف. صحيح. كيف تعمل براوز من الفايل نفسه ديسكتوب؟ كيف هنا جوا الجوبيتر؟ هاي انت هاي المجدر الرئيسي. انا موجود هاي في البروجكت هذا وفي الفايلز. تمام؟ فبالتالي انا بقول له انه الملف المسار الحالي اللي تبع الفيل موجود فيه الكود. في عندك مجلد فرعي. تمام؟
وفي عندك ملف تاني اسمه فايلز زي هيك، وهنا وفعليا هاي ما لهاش لازمة، تمام؟ يعني ليش تعال اطلع معايا انه هاي، لا مش نفس المجلد، هاي ملف تبع الكود وهو موجود في ملف فرع جوا هنا، فبالتالي هذه WDMM ما فيش داعي انه نعطي له اياها. نعم طب بدي اديله المسار كامل، هل ممكن انا اديله مسار كامل؟ تعمل لك ملف في سطح المكتب، هاي سطح المكتب، بدي افتح لك النوت بوك وهنا اكتب انه hello this file is on desktop، واعمل له سيف هاي على سطح المكتب، واكتب اسمه تيست فايل .txt. حكيت هذا يفترض انتو حتى الكلام هذا بينطبق على الويندوز، ممكن انت تجيب الخصائص تبعته تمام وتجيب المسار كله بالكامل زي هيك بالضبط. فهنا انه f handle open اسم الملف سلاش اسمه كان تيست فايل دوت تكست، هاي جاب لي تمام. وهنا فور لاين فايلز ان اف هاندل برنت لاين dot strip. في خطأ في الopen تمام. يبقى هنا خدي لي اكتب لك ملاحظة انه هذا open file in different path، هنا هذا بنسميه حاجة اسمها relative path، مسار نسبي. ايش يعني نسبي؟ بالنسبه لموقع الملف، بالنسبه لموقع الملف في عندك مجلد فرع اسمه فايلز بتلاقي فيه الملف هذا تمام. وهنا الحاله هذه فول باث هو مسار كامل، كامل المسار بتجيبه كله بالكامل بغض النظر وين مكانه في الجهاز، لما بتجيبه بالكامل بيشتغل معك. واضح؟ واضح كيف تفتح الملفات من مسارات مختلفة؟ في حدا عنده سؤال في هذا الموضوع؟ واضح؟ ايش هو الأعيد؟ المسار الكامل؟ ولا شيء، عملت مسار يعني فتحت ملف نصي وعملت له سيف وين؟ على سطح المكتب تمام؟ وبعديها جبت مساره من وين؟ من الخصائص، هاي فتحت سطح المكتب تمام؟ وهي الملف جبته من الخصائص، جبت المسار تبعه وديته وين؟ حطيته هنا بشكل كامل. لا نختلف انه انت عندك هنا هذا مسار اقصر، المسار النسبي بتكون اقصر، اما هذا المسار اطول. نعم واضح؟ احنا بس نخلص لهذا، مش انا دائما بدي لك مسائل، مين اللي سالك؟ مش دائما احنا بندي مسائل؟
باجي بقول لك اكتب برنامج اكتب برنامج وحدي لك فرصه انه انت تطبق. بس الان انا بشرح لك انه انت كيف تعمل هيك كيف تعمل هيك. بس نخلص هذا الامور كله يعني حتاخذ دستة مسائل. طيب نيجي لمسألة الانكودينج. لاحظ انا بدي لك المواضيع بدي الكاشي ياكلها دفعة واحدة بفكك لك اياها واحدة واحدة. بنحكي في موضوع الانكودينج. هذا الملف فيه انجليزي وعربي تمام. هجيت بدي يعني بدي اطبع لك الترميز الافتراضي. انت انا عندي هنا في نظام التشغيل هنا print file handle. ايش الترميز تبعه؟ UTF-8. الافتراضي انت انا عندي الافتراضي هنا في لينكس UTF-8. في الويندوز لا الافتراضي CB1256 تمام. فبالتالي انه لو انت قرات هذا الملف انت عندك في البيت تمام هذا حيطلع لك اياه خرابيش. حورجي لك الخرابيش هذه كيف حتطلع. فبالتالي هذا الملف حرجع افتحه ثاني تمام. وهنا ايش حندي باراميتر باراميتر ثاني ايش اسمه انكودينج بتساوي CB1256 بالضبط. واقرأ لك اياه وتشوف كيف المرحبه هاي بتطلع تمام. هنا شايف ايش الانكودينج هاي شايف. مع انه برضو كذلك هنا مع انه انا ما اديتش المود بس المود هو جاب لي اياه بشكل افتراضي انه ار. وهنا ايو ار والانكودينج هنا قديش CB1256. هذا الترميز الافتراضي الموجود في الويندوز. فبالتالي انت لما تيجي تطبق هذا الكلام عندك في البيت ايش حيطلع لك؟ خربيش زيه. فانت كيف بدك تقراه ملف بالعربي تمام. ايش بدك تسوي؟ بدك تحدد بشكل صريح وتقول له انه الترميز UTF-8 ساعتها بقرأ لك اياه بشكل سليم تمام. هيك انت فعليا بتتعامل مع ملفات بترميز مختلفه. وايش افضل ترميز عندنا؟ ترميز اليونيكود. ليش؟ لانه بتعامل مع عده لغات. طيب ناخذ اول مساله. اكتب برنامج لعد اعتقد هذا احنا اخذناه لعد الاسطر في ملف معين. بنرجع نكرره ثاني بس بدي اورجي لك قديش انه هذا الاشي انه مفيد عندك. ليش؟ لانه الملف اللي انا بدي ادي لك اياه ملف كتير كبير. هذا لو انت الملف هذا بدك تعد عدد الاسطر لحالك طبعا انت عندك هنا في الكتاب بيجي معاك انه من الملفات النصية المرفقة في الكتاب هدول الملفين هايهم هنا في الفايلز. هذا اللي هو الانبوكس ورجيتكم اياه المرة الماضية صح؟ اللي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن تفريغة من ملفات بريد الكتروني. ايو فروم عندك البريد الالكتروني تاريخ الوقت السنة بعديها الريتيرن باث انه لو الرسالة هذه ما وصلتش ماشي. بس هذا الكلام انا عندي على نظام تشغيل لينكس. نظام تشغيل لينكس السلاش تبعته هيك مش هيك فورورد سلاش مش باك سلاش تمام. في حال انه انت بدك تستخدم انت عندك في نظام تشغيل ويندوز بدك تضطر انه انت تعمل هذا الكلام بتو سلاشز تمام. وهذا الكلام بتلاقيه بالتفصيل
في المحاضرة تبعتي تبعت الشعبة الثانية، الشعبة الثانية أنا بسجل على ويندوز، فهتلاقي إن أنا حطيت في المثال إن أنا حطيت المسار الكامل وحطيت دبل سلاش، أو إنه أنت ممكن إنه أنت تستعين أو يعني تستبدل الدبل باك سلاش عندك في الويندوز بسلاش زي هيك. مش واضح هالكلام صح؟ أورجي لك كيف. عندك في الويندوز على سبيل المثال أنت الملف عندك موجود على السي، تمام؟ يوزرز، بعدها إيش بيجي اسم اليوزر تبعك مثلاً زي هيك، بعدين إيش بيجي، وبعدها اسم المجلد ديسكتوب. تمام، وبعدين هنا فايل دوت تكست. هذا كلام بدي انسخ لك اياه. وخلينا نرجع هنا انه قبل الانكودينج نيجي نقول انه فايل باث ان ويندوز. عشان توضح معاك هاي المسألة خليني أقول لك إنه print dir1 slash file1.txt. أنت أول ما تستخدم slash أنت عندك في لغة البرمجة على طول بروح بحول لك الحرف اللي وراها control character، معنى ذلك انه هاي الاف ايش صارت كنترول كاركتر. ايش تاثيرها، ايش تاثير السلاش ان، بنزل لك سطر سلاش تي سلاش اف ولا حاجه، معنى ذلك انه الكاركتر هذا بيحوله لكنترول كاركتر. وايش تاثيره، لا شيء، رح تلاقي الاف طارت، شايف طارت ولا لا، والسلاش وينها راحت، لانه انت اول ما تقول له سلاش صارت كنترول كاركتر، هذه السلاش تبعت الويندوز. فانت كيف بدك تقول له انه انا قصدي سلاش مش انه انا احول كنترول كاركتر، بنروح بنضيف كمان سلاش. فهذا الكلام بدي اكرره زي هيك، هيك بخلي لك السلاش. تمام، فبالتالي في الويندوز ايش بدك تضطر تسوي، هذا الكلام كله لو عملته زي هيك، عفوا شو صار، انا عملت كنترول سي هنا برنت، هذا الكلام بزبطش معك، بيقول لك انه في ايرور، وانا بدي اخلي لك الايرور. تمام، فانت ايش بدك تسوي، في عندك حلين. الحل الاول انه انت انت كل ما تلاقي سلاش تروح تضيف كمان سلاش، ضيف كمان سلاش، ضيف كمان سلاش، ضيف كمان سلاش. طب شو هالقصة، هيك بيجيب لك المسار. او الحل الثاني نعكس السلاش، نعكس السلاش. خلينا ناخذ هاي عشان انه هاي تك 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 بالضبط زي العناوين الموجودة على الويندوز، بالضبط هيك بيتعامل معه، بيقدر يتعامل معه. يبقى الويندوز انه انت تحط له سلاش زي هيك بيتعامل معك، فيش مشكلة. تمام، هيك كنترول بالضبط، هيو كنترول ام، هذا اللي بعد ما لهاش تأثير. وهنا عمل لك مشكلة انه انت عندك هنا انه شو اسمه يونيكود اسكيب، في عندك اشكالية، فبالتالي هنا بدك تضطر تحط سلاش تانية، او ممكن تختصر الموضوع وتحولها لسلاش عكسية عكس هاي السلاش. تمام، فكويس انه انت سألت او حكيت على النقطة هذه عشان ايش تكون الامور واضحة عندك في الويندوز. طيب نرجع على الملف الكبير هذا، احنا حكينا عندك
لقيت سؤال، لو كانت المجلد اللي بدنا نقرأ كان في ملفات مجلدات يعني إيش بيصير؟ إحنا لغاية الآن نتعامل نحن نقرأ ملفات. طريقة إنه أنت تقرأ مجلدات وتلف على كل الملفات الموجودة في الملفات لسه شوي. تمام؟ طيب احنا كنا نقول انه انت عندك بيجي هدول الملفين، هتلاقيهم برضو على المستودع على الجيت هاب، فهدول الملفين انت ممكن تحصل عليهم، انت بتاخد نسخة من المستودع فهتلاقي فيه موجودين هدول الملفين. هدول الملفين فعليا هنشتغل عليهم مسائل كتير. تمام؟ ايش هدول الملفين؟ اللي هو الانبوكس والانبوكس شورت. فتحناهم، فتحنا هايو هذا. هاي في يعني معلومات البريد الالكتروني. تمام؟ عدة رسائل الكترونية مفرغة في ملف. هذا الملف كم سطر فيه؟ كتير. كيف بدي اعرفهم؟ بدي اضطر انزل زي هيك تحت. 1910 هذا الصغير، هذا الانبوكس شورت. اما الانبوكس العادي قديش؟ انزل تحت، انزل ضلك. لا ممكن تحط انت هاي كنترول مع لسه هاي وبفتح. شايف السكرول بيمشي معاك؟ شايفه؟ 132 ألف سطر. فقلت انت كمستخدم انه باستخدام المحرر المتقدم هذا، لو انت بدك تفتحه مع النوت باد، يعني النوت باد العادي عندك على الويندوز، حتلاقي انه الامور يعني اسمح لي استخدم هذا المصطلح حنقت معك شوية. تمام؟ وبدك تستخدم نوت باد بلس بلس، ايش بدك تضطر تسوي؟ تنزل تحت كنترول اند عشان انت تشوف عدد الاسطر. ولما هذا العذاب وانت عندك البايثون؟ فانت تكتب لك سطرين كود بتعد فيهم عدد الاسطر، في ثانية بيجيب لك اياه. بالضبط. فهنا بدي اعدل لك الملفات الكبيرة، وهنا بدي اجيب لك المسار تبعه. المسار تبعه هيو الانبوكس شورت، هذا هيو رايت كليك كوبي باث. تمام؟ وهنا اف هاندل اف اتش بتساوي open اسم الملف، واتفقنا انه هاي مش لازمة، وهو by default read بعرف count بتساوي 0 وممكن تبدأ بالواحد يعني انه شو اسمه. وهنا for line in a fetch count plus equal 1 وهنا بدون برنت 1910. في بس لسه ما خلصتش الكونت يعني، لسه ما خلصتش انه الاكسكيوشن على طول جاب لي. كيف ننزل في الماوس اسهل؟ هذا يعني انت لسه اند يوزر، انت لسه اند يوزر. اند يوزر يعني مستخدم عادي يعني. تمام؟ نيجي نشوف الملف الطويل، بنشيل الشورت. بالضبط، غير اسم الملف مش المسار. قديش عدده في ثانية؟ قديش؟ 132 ألف. انت عندك ملفين، لاحظ انبوكس شورت اكم في سطر. هو عامل لك يعني في مع الكتاب هذا جايب لك الملفين هدول كعينة ملفات نصية، عامل لك ملف صغير وملف كبير. الملف الصغير ايش اسمه؟ انبوكس وضايف عليه شورت قصير. قديش؟ 1910 سطر. والملف الطويل انبوكس بس. قديش؟ 1132 ألف. هاي كلمة وينها؟ يا استاذ يا استاذ انت حاليا، انا حاليا وين موجود؟
هاي انا ايش الملف اللي انا بشتغل عليه؟ هيو شابتر 7 فايلز 2 IBY&B بايثون نوت بوك. هذا وين موجود؟ هيو شايف حتى معلم عليه الاشاره الايكون هذه انه هذا الملف اللي انا شغال عليه. ايش معنات المصاري النسبي؟ انه بالنسبه لموقع ملف الكود وين الملف اللي بدك تفتحه؟ بقول له روح على مجلد اسمه فايلز وبتلاقي جواته ملف اسمه فايل 101. فبالتالي عشان هيك انا بكتب فايلز سلاش فايل 101. هاي ريلاتيف باث. في عندك الخيار الثاني انه انت تكتب مساره كله بالكامل. بروح بجيبه من المجلد الرئيسي تبعه اللي هو الدرايف اللي موجود فيه المجلد الفرعي المجلد. فبالتالي انت عندك بيصير اشي زي هيك سي مجلدات المستخدمين يوزرز اسم المستخدم ديسكتوب اسم الفايل. هذا المسار الكامل بالضبط. صحيح تمام واضح يا شباب؟ طيب هاي وهذا نفس يعني هذه انا يعني نفس السلايد بالضبط. انا ماشي لك على السلايد هنا برنامج ويفتح لك الانبوكس دوت تكست وما تستغربش في الفايل انه في السلايد انه انت فيش عندك ار. هذا كلام حكيناه انه باي ديفولت ريد تمام. هاي يعرف كاونت بزيرو وضاف الكاونت وهي 132,000 نفس الاشي بالضبط. تكة واحدة بجيب لك عدد ملفات. لو ملف فيه 100,000 سطر او 200,000 سطر او يعني قد ما بدك بفتح بيجيب لك العدد تبعه. كيف قصدك انه انت مثلا بدك تفتح ملفات صور او شغل زي هيك بدك مكتبة وهذا حورجي لكم اياه انه احنا ممكن نفتح مثلا ملف صورة تمام ونعمل عليها عمليات مثلا انه هي صورة ملونة نحولها ابيض واسود فبالتالي بدنا نشوف مكتبة تعملنا الشغلة هاي. طيب خلينا نتوقف هنا عشان المحاضرة الجاية ان شاء الله اورجي لكم الطريقة التانية في فتح الملفات ونقرأ الملف كله بالكامل. يعطيكم العافية.